فوائد زيت القهوة اللي حضرناه سوا وكيف منحضر منه الماسكات والخلطات ونطبقه على وشنا ونستفيد من فوائد القهوة للبشرة. Let's go نتعرف على الخلطات. يسعد أوقاتكم أحبتي اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين الحي حاصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد 40. حضرنا أنا وأنتم من شهر تقريبا زيت القهوة وحطيناه بمنطقة مظلمة لمدة شهر. هيدا هو زيت القهوة بعد مرور شهر. طريقة التحضير اللي ما حضر الفيديو، حطينا بضع حبات القهوة الكاملة إلى زيت الزيتون وغلفناه وضعنا بعيدا عن الضوء والحرارة لمدة شهر. ورح ندخل بالموضوع. أول خلطة، يستخدم هذا الزيت على الشفاه الداكنة اللي بتعاني من أي تلون، بنعطيها لونها الطبيعي، فقط نضع قطرة صغيرة ومندلك الشفاه فيها حتى يفتح لونها. أما الاستخدام الأشهر هو تقليل انتفاخ تحت العين او اعلى العين والهالات السوداء، وبيتم استخدامه بطريقة كتير بسيطة. باخذ نقطة من زيت الزيتون بدهنا على منطقة الهالات والمنطقة المنتفخة، ومن فوائد الكافيين انه يمتص الرطوبة، بيخلي الجسم يفرز الرطوبة وبيخلصنا من الانتفاخ. أما بالنسبة للهالات يحتاج إلى دوام الاستمرار حتى نتخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين. أما إذا كانت بشرتك عم تحسي إنه باهتة وحابة ترجعي لها لونها، نقطة من الزيت أو كمية قليلة مع الزيت مع كريم العناية الليلي ورح تحصلي على بشرة مشرقة وأكثر نضارة. أما إذا حبيتي تعملي سيروم خاص فيكي عمل منزلي، ناخذ نقطتين من زيت القهوة منضيف له ملعقة من جيل الصبار وأيضا منضيف له القليل من ماء الورد، نخلطهم كتير ومنحطهم بعلبة بخاخ منحتفظ فيها بالبراد. هذا السيروم لزيادة نضارة البشرة وما نضار لأنه كله مواد طبيعية. صبايا بتمنى انكم تشاركوني بتجاربكم بالتعليقات حتى نستفيد كلنا. المعلومات اللي عم اقدم لكم هي معلومات من الطبيعة حتى نحافظ على بشرتنا اكثر توهجا واشراقا ونحل المشاكل الجلدية بطريقة طبيعية. ما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير وانشروا هالمعلومات مع رفقاتكم حتى توصل للكل. محبتي وانطروني بالفيديو القادم.